أنا بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط 12 للعلوم الجيولوجية جيو 2016 تحت شعار علوم الجيولوجيا اليوم طاقة الغد، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين في علوم الجيولوجيا وخبراء صناعة النفط. وقد افتتح سعادة وزير الطاقة جلسات المؤتمر بكلمة عبر فيها عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه الدائم لوضع هذه الفعالية الحيوية تحت رعايته الكريمة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي حظيت به سلسلة مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية منذ انطلاقتها، منوها سعادته بالدور البارز للمؤتمر في تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في منطقتي الشرق الأوسط والعالم، والذي يعد فرصة لتطوير الموارد. وأضاف سعادة الوزير أن صناعة النفط في حاجة لزيادة حجم التعاون بين شركات النفط الدولية والبلدان المضيفة، وأشار إلى عدد من مشاريع النفط والغاز التي تم تنفيذها في عام 2015، وذلك في إطار التوجهات الاستثمارية لمملكة البحرين، موضحا بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تعمل لجعل البحرين مركزا عالميا لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية ولإعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها. مؤتمر علوم الجيولوجيا يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والمؤتمر يتزامن مع الهبوط في أسعار النفط وتأثير ذلك على مشاريع الاستكشاف وعلى إيجاد مكامن جديدة للنفط والغاز. والمؤتمر سوف يناقش كيفية التعامل مع هذه المتغيرات في أسعار النفط وكيفية الاستثمار، لأن الاستثمار يجب أن يتم الآن، لأن مشاريع النفط والغاز هي على المدى البعيد.